فعلا عشتيه؟ اصل انا بحب الحاجات الصعبه، فاي دور صعب انا لعبته انا بالنسبه لي بحبه. يعني زينب حبيتها، دوران شبرا عشان كنت عامله من بنات البنات، عارفه انا الحاجات اللي هي مش انا بتهويني، بتبقى عندي تحدي بيني وبين نفسي ان انا ايه، انا هعمله وهعمله كويس جدا. ده انا هعمله. ياسمين، ايه الدور اللي ما عملتيهوش وتحلمي انك تعمليه؟ انا نفسي اعمل دور استعراضي والله. طب خديني معاك. والله تعالي. بجد نفسي في حاجه فيها مزيكا ورقص. من محبين يعني. انا بحب الرقص وبحب حلو جدا. تصدقي يعني انا مش رقصي بس، مش عشان بس الناس ما تقولش رقص شرقي، لا يعني هو الرقص عموما، فاهمه ان الرقص في رقص كتير مختلف، مش بس الرقص هو الرقص الشعبي. لا طيب كلميني عن يعني مسلسل راس الغول. الله يرحمه. يعني الله يرحمه طبعا. يعني قدام الفنان الكبير الراحل محمود عبد العزيز، الله يرحمه. لا ما تعيطيش، ابوس ايدك. ده انا بقالي شهر. لا انا هقول لك على حاجه. الله يرحمه وسامحه، هو من اكتر الممثلين انا فعلا كان نفسي اشتغل معاهم، وفعلا كان نفسي اتمنيتها ولما جالي فعلا الدور انا ما كنتش مصدقه نفسي. وبعدين قلت لهم طب انا مش عايزه اشتغل بس في العمل، انا عايزه اشوفه، ان انا ما كنتش عمري شفته في حياتي، واحنا اتربينا عليه. طبعا انت دموعك دي باينه، يعني انت بتحبيه جدا جدا جدا، كل الناس بتحبه. ايه احساسك ولما كنت انت واقفه قدام؟ لما الاول وانا في الشركه بمضي، انا سمعت صوته واحنا وانا في الاوضه اللي جنبه، فانا ما كانش عاجبني ان انا هعمل دور ما كانش كبير، كان 7-8 حلقات في العمل، فكنت قاعده بقول لهم لا انا عايزه يعني الدور يكبر شويه. سوري. اجيب لك ميه؟ طيب. لا تمام. فبعدين انا سمعت فقلت لهم طب خلاص انا اروح اسلم عليه الاول. فزيزو ابنه ربنا يخليه، فقال لي ايه طب اصبري، طب انا ماشي هدخلكي. فالمهم انا دخلت قعدت معاه. انا لما دخلت انا ما فكرتش غير ان انا داخله ابقى بصوله كده وانت حضناه على طول. على طول. فهو ضحك، قعد يضحك كده، وبعدين قعدنا نتكلم. انا قاعده له وعامله له كده، قلت له على فكره انا مبسوطه ان انا قاعد، ان انا شايفاك قدامي. انت عارف ان رأفت الحجان وقاعده بقى بعيد. أيوة طبعا. فقال لي بص انا عايز اقول لك على حاجه، انا عارف ان الدور صغير مش كبير، بس والله، وكلمه والله دي بالنسبه لي اصلا، قال لي بس والله دور مروه مؤثر جدا، وبالنسبه لي انا دور مهم، ان هي ست. انت كنت زوجة فؤاد بالظبط، وكانت شريره، اللي هي مش فارق معاها غير نفسها، عارفه الست اللي هي ممكن تعمل اي حاجه بس المهم انا اظبط حالي. ايوه. فهو قاعد، قلت له بص انا هعمله بس انا لازم اقابلك. قال لي انت هتقابليني وهتشتميني وهتزعقي لي. طبعا حاجه صعبه. وقابلته فعلا، وكان عندي مشهد بزعق له فعلا، وصوتي مش عايز يطلع. وبعدين هو عشان يكسر الخوف ففي البروفا طلع من المشهد، وبعدين قام فاتح الباب، قام رامي افيه، فاحنا كلنا قعدنا نضحك، فانا حسيت ان انا في سخونيه طلعت من جسمي خلاص، فانا ارتحت. فكانت ما حاجه، ده مهم جدا، من اهم الحاجات اللي انا عملتها في حياتي، ان انا وقفت قدام استاذ محمود عبد العزيز رحمه الله عليه. الله يرحمه يا رب. الله يرحمه. طب قولي لي ايه